عاملين يا جماعة؟ أخباركم إيه؟ حبايبي أنا في اللانج دلوقتي. أوكي، ده إحنا هنا بندخله في بيبقى بعض البطايق بتدخلنا فيه لانج في المطار، بناكل ونشرب وكل ده فري غير ما بندفع عليه فلوس. لو عايزين معكيش البطايق دي بتدفعي، تقريبا الشخص بيعمل له 120 درهم او 150 دلوقتي. كويس يعني، الواحد يستريح فيه قبل ما الطياره تيجي يعني تيجي معانا. بس ده البي اي بي في كل حاجه. ماشي، ونشوفكم على خير ان شاء الله.